السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير. كل يوم وسط المعارك اليومية، إزاي نأكل أولادنا حاجة مفيدة وصحية وأكتر من رائعة، والأهم من كل ده إن هم يحبوها ويكونوا مستمتعين جدا وهم بيأكلوا. كل يوم معركة جديدة وكل يوم فكرة جديدة، وأنا كأم ما بيأس أبدا أبدا إن أقدم لأولادي أحسن حاجة ممكن يأكلوها وهم مستمتعين ومبسوطين. فكرتنا النهاردة للأمهات اللي عندها مشاكل مع أولادها، إزاي تأكلهم الجبنة. هنعمل مع بعض النهاردة كيك من الجبنة، ولا ألذ ولا أسهل ولا أروع من كده، والنتيجة زي ما انتوا شايفين مش محتاجة كتير إن أشرح عنها. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الطريقة والمقادير. بس طبعا قبل ما نروح، وكالعادة أتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحضير. معي هنا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هضيف عليهم 2 كوباية من السكر، والسكر طبعا على حسب رغبتك، ومعي 2 كوباية من الزبادي بحجم 110 جرام، ومعي كمان 1/2 كوباية من الجبنة الفيتا، اي نوع جبنة تفضليه، اهم شيء يكون جبنة ملح خفيف شوية، ما يكونش ملح عالي، 1/2 كوباية بالشكل ده، ومعي كمان 1/2 كوباية من الزبدة، ومهم جدا تكون دافية، وهقول لكم ليه دلوقتي، ورشة من الفانيليا. كل اللي هعمله دلوقتي ان هخلط المكونات مع بعض كويس جدا جدا. للزبدة لازم تكون دافية علشان خاطر تدوب لي الجبنة والزبادي مع بعض كويس وتحولهم لي لخليط ناعم ومتجانس بالشكل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. عملية الضرب دي مش هتاخد مني وقت طويل، حوالي 5 دقايق مش اكتر من كده، يعني ما اجتهدش واضرب فيهم بشكل مستمر لفترة طويلة، فقط 5 دقايق ويمكن اقل من كده شوية. تمام كده، ده شكل الخليط بتاع الكيك جاهز معايا. دلوقتي هحضر للدقيق. معايا هنا 2.5 كوباية من الدقيق لجميع الاستخدامات، ويفضل ان يكون دقيق خاص بالكيكات والبسكوتات عشان تاخدي نتيجة اكتر من رائعة. الخطوة الاهم من كل ده انك لازم تنخلي الدقيق باي مصفى او اي منخل يدوي زي ما انت شايفة بالشكل ده، خطوة مهمة جدا جدا علشان الكيك يكون متماسك ويكون هش من جوه. ضروري اني انخله وادخل هواء كويس جدا في قلب الدقيق. هنخل كمية الدقيق اللي موجودة معايا كلها، 2.5 كوباية من الدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هضيف عليهم ظرف بيكنج باودر 23 جرام، برضو هنخله. في الوصفة دي استخدمت كيك شيف، او تقدر تستخدمي اي نوع بيكنج باودر ويكون عليه محسن كيك. خلطت المكونات مع بعض كويس كده، ودلوقتي هنجيب خليط الكيك وهنبتدي ننزل بالدقيق تدريجيا والمضرب شغال. يعني وصفة الكيك دي لو اسميها هسميها وصفة الكيك المثالية، طعمها لذيذ جدا جدا جدا، ومكوناتها سهلة وبسيطة جدا، وتقدري طبعا تستبدلي الزبدة بالزيت، هتكون النتيجة هايلة وممتازة. يعني مش ضروري توقفي نفسك او تعطلي نفسك على حاجة مش موجودة، وان كنت افضل الزبدة النتيجة بتاعتها كانت ممتازة. زي ما انتوا شايفين هبتدي اخلط المكونات مع بعض كويس جدا لحد كمية الدقيق اللي موجودة معايا ما تخلص، ومهم جدا المضرب يكون شغال في اتجاه واحد، يعني ما اقلبش بالمضرب بشكل عشوائي، انا محتاجة ادخل هواء للكيك ولكن هواء بشكل منتظم زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. طبعا اللي هيستغرب ازاي حاطة جبنة على الكيك، جربي وانتي هتحكمي بنفسك، يعني بتمنى من كل قلبي تجربوها، لان النتيجة فعلا كانت تحفة واكتر من رائعة، خاصة والكيك سخن كان حاجة كده وهم جدا. كده خليط الكيك جاهز معايا، دلوقتي نجهز القالب اللي هندخله الفرن، وطبعا الفرن في المرحلة دي سخن على درجة حرارة 180. هفضي كمية خليط الكيك في قلب القالب بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هديله 2 خطوات اخرج منه اي هواء زيادة، وعلى الفرن على طول زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180 لمدة من 35 دقيقة ل45 دقيقة، وطبعا على حسب درجة حرارة فرنك. بعد ما يستوي الكيك وتتأكدي ان هو استوى تماما وتعملي له اختبار الخلة، تبدأي تطلعيه. طبعا دي لسه خارجة من الفرن سخنة، وزي ما انتم شايفين عاوزة اقول لكم طعمها وهي سخنة كان حاجة، يعني الجبنة مع الزبادي مع الزبدة كان ميكس رهيب جدا جدا جدا. طبعا انا سعيدة جدا بالنتيجة، يعني اكلتهم الجبنة رغما عن انفهم، مش بس كده كمان ده كانوا بياكلوها وهم في قمة سعادتهم.
طبعا انتي كأم وانتي بتعملي لأولادك الوصفة تقدري تخليها من مجرد وصفة عادية لعلاج، يعني لو استبدلتي الدقيق العادي بأي نوع من أنواع الدقيق الصحي، دقيق الشوفان مثلا، واستبدلتي السكر بالعسل الأبيض أو العسل الأسمر مع الزبادي ومع البيض ومع كمان الزبدة والجبنة، فانتي بتقدمي لأولادك وصفة علاج، مش بتقدمي لهم مجرد وصفة كيك. وما تستغربيش ابدا من وجود الجبنه في وصفه زي دي، جربيها وهتفهمي انا اقصد ايه. النتيجه كانت ممتازه والجبنه ما كانتش باينه ابدا، بالعكس سايبه اثر تحفه جدا جدا في الطعم، عامله ميكس كده فظيع، وفي نفس الوقت فيه طعم من بعيد كده حلو بس مش مفهوم هو ايه بالظبط. زي ما انتم شايفين شكل الكيك متماسك وهش جدا جدا وطري جدا جدا جدا، اتمنى فعلا تجربوه، متاكده انه هيعجبكم باذن الله، حاجة كده فظيعة. دي كانت وصفتي ليكم النهاردة، ودي كان فكرتي ازاي ادخل الجبنة بشكل مباشر في اكلة من الاكلات الحلو بالذات، لان طبعا الاطفال بيحبوا الحلو جدا جدا. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم باذن الله، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واتمنى اعرف انتوا كمان بتواجهكم مشاكل مع اولادكم في اكل الجبنة ولا لا. وكمان لو في اكله من الاكلات اولادك مش بيحبوها وبتتمني تدخلها لهم في وصفه وياكلوها ويستمتعوا بالقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها، اتمنى من كل قلبي تكتبي لي في الكومنتات، واكيد هدور لك على فكره تكون اكتر من رائعه تخلي اولادك ياكلوها وهم مستمتعين جدا باذن الله. دي كانت وصفتي ليكم النهارده، اتمنى من كل قلبي ان هي تكون عجبتكم، وطبعا لو عجبتكم ما تنسينيش كالعاده في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فكرة جديدة ووصفة جديدة، ودمتم امنين يا احلى متابعين.